السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 69 بكتاب الطالب للرابع الإعدادي. عندنا من يونت 6 يقول لي What do you think will happen؟ ماذا أنتم تعتقدون أو ماذا تعتقد أنه سوف يحدث؟ طيب هنا يقول لي Look at the newspaper headlines، انظر إلى هاي العناوين الرئيسية للصحيفة. Headlines عناوين رئيسية، خطوط عريضة للصحيفة. Which of these things do you think will be possible in the future؟ يقول أي من هذه الأشياء أنتم تعتقدون أنها يعني will be سوف تحدث أو سوف تكون ممكنة الحدوث in the future في المستقبل. Now يقول لي world's oldest person dies at 130. يقول الشخص الأكبر سنا في العالم يموت يعني آت في عمر جد 130 سنة. طيب يقول no cases of heart disease found this year. No cases يقول لم توجد حالات لشنو لأمراض القلب heart قلب disease أمراض مرض القلب. لا توجد no cases لا توجد حالات بمعنى لأمراض القلب تم إيجادها this year هذه السنة. طيب يقول لي amazing new world marathon record، هذا شنو معناه؟ إذا record يجي تسجيل أو يسجل، تمام؟ سنة شنو معناه amazing مدهش new جديد world عالم marathon سباق الماراثون. يقول هنا رقم قياسي، هنا شنو المقصود؟ يقول رقم قياسي في سباق الماراثون رقم new رقم قياسي عالمي مدهش في سباق الماراثون يتم تسجيله. رقم قياسي عالمي سباق الماراثون يتم تسجيله، يعني هذول العدائين اكو واحد سجل رقم قياسي جديد. تلاحظون رقم يختلف، amazing new world marathon record، رقم قياسي مسجل تم تسجيله في سباق الماراثون، رقم مدهش جديد هائل، تمام؟ يعني جديد. اوكي يقول clean drinking water for everyone، clean نظيف، drinking شرب، water ماء for everyone. هنا شنو معناها؟ يقول مياه شرب، clean drinking water مياه شرب نظيفة، for everyone للجميع، مياه شرب نظيفة للجميع. طيب يقول read some of other people's opinions، are any the same as yours. هنا شو يقول لي اقرأ بعض أرى الناس، أي منها ياهم من عندهن the same نفسه as yours، نفسه يعني يحمل رأيك أنت. هاي البنية شو يقول هنا، هاي المرأة شوي نقربها تكون أوضح، تقول I think people might live longer than that in the future because medicine has improved and continues to improve. تقول أنا أعتقد أنه الناس might يمكن أن يعني يعيشون live longer، يمكن يعيشون فترة أطول than that، أطول من ذلك in the future في المستقبل، because بسبب أو لأن medicine الطب. مرت عليكم كلمة medicine تجي بمعنى أدوية، تمام أعزائي الطلبة، بس هنا تجي بمعنى طب. الكلمة تأخذ عدة معاني حسب السياق حسب الجملة. يقول الطب has improved قد تحسن. هنا شنو هي صيغة المضارع ال present perfect، المضارع التام has improved. ليش؟ لأنه المدرسين هنا يعتبر مفرد has improved، الطب قد تحسن، and continues ويستمر مستمر to improve ومستمر بالتحسن. هنا شنو؟ هنا present simple المضارع البسيط، يقول لأنه الطب قد تحسن ومستمر بالتحسن، تمام؟ هنا نشوف هذا الرجل شو يقول athletes are getting stronger because they know how to train better and because they eat healthier food. I think athletes might continue to break speed records forever. يقول athletes هنا athletes الرياضيون هنا اللاعبين الرياضيين are getting stronger، يعني يصبحون أقوى، يعني يوم ورا يوم getting stronger يصبحون أقوى because they know لأنهم يعرفون how to train، يعرفون كيفية التدريب
better، كيفية التدريب بشكل أفضل. And because وبسبب they eat، لأنهم يأكلون healthier food، لأنهم يأكلون طعام صحي أكثر، يأكلون طعام صحي أكثر. يقول I think athletes، أعتقد أن الرياضيين might continue، يمكنهم أن يستمرون to break كسر، ناتج break، to break speed records، في كسر الأرقام القياسية مال السرعة، speed سرعة، records مثل ما قلنا رقم قياسي، هنا يجي الأرقام القياسية المسجلة، الأرقام القياسية المسجلة forever إلى الأبد، يعني من خلال الاستمرار، من خلال لأنه الرياضيين جاي يتحسنون getting better، راح يبقون شنو forever اللي للأبد، شنو break speed records، يكسرون هاي الأرقام القياسية مال بالنسبة للسرعة والعدد. طيب هذا الدكتور طبعا يقول heart disease might not kill as many people in the future. هنا شو يقول لي؟ يقول لي heart disease، أمراض مرض القلب might، يعني ربما أو يمكن، not kill، ربما لن يقتل الكثير من الناس، as many people، كما يعني يفعل، كما كان يفعل من قبل، in the future، يعني بالماضي، as many people، كثير من الناس يقتلهم، in the future، في المستقبل، ما راح يمكن يقتلهم بالمستقبل مثل ما كان بالماضي، because people، لأن الناس are taking more exercise، لأن الناس يقومون شنو بممارسة تمارين أكثر، more exercise، and giving up smoking، ويبتعدون أو يتخلون أو يتركون smoking، التدخين، يتركون التدخين. In fact، في الحقيقة، many diseases، الكثير من الأمراض، may disappear، يمكن أن تختفي completely، بشكل كامل، if this trend continues، إن إذا ما شنو this trend، هذا التوجه، هذه النزعة أو هذه الموجة، يعني هذا التوجه من يعني continues، استمر، شنو هو التوجه؟ إنه التمارين، ممارسة التمارين والإقلاع عن التدخين. طيب نشوف هاي الامرأة أيضا تقول clean drinking water، مياه الشرب النظيفة، مياه شرب نظيفة for everyone، this would be fantastic، هذا سوف يكون رائعا، but no I don't think it will ever happen، ولكن يعني but no، ولكن لا أعتقد أن ذلك will ever، ممكن أن يحدث، it might يعني ما أعتقد أنه يحدث، لكن ممكن، it might، but it might not، ولكنه قد لا يكون أو لا يكون ممكنا، because we are not doing enough، لأننا لا نقوم بشنو بما يكفي to protect لحماية our environment now، لحماية بيئتنا الآن. تقول هنا drinking، العفو، clean drinking water، مياه شرب نظيفة للجميع، that would be fantastic، هذا سيكون رائعا، but no، ولكن كلا، لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أن ذلك ممكن أن يحدث، it might، يمكن أن يحدث، but might it might not، لكنه قد لا يحدث، because we are not، لأننا لا نفعل بما فيه الكفاية لحماية بيئتنا الآن. طيب هنا يقول لي read the language box، find other examples on the page، هنا يقول لي اقرأ الصندوق اللغوي واجد الأمثلة في البيج، في الصفحة هنا عندنا هذا الموضوع، talking about the possible events، التحدث عن الأحداث الممكنة، animate we might، زائد يجي وراها طبعا هاي المي، دائما المي يمكن، مي مايت يجي وراها شنو انفينيتيف، فعل مضارع مجرد. هنا نعطيني مثاليا، يقول لي people might live longer than that، الناس يمكن ان يعيشون اكثر من ذلك. Many diseases، الكثير من الامراض، may disappear، لاحظوا disappear فعل مضارع مجرد خالي من اي اضافه، واللي كذلك completely، تختفي بشكل كامل. طبعا هذا ان شاء الله نتناوله بفيديو خاص ان شاء الله. وهنا يقول لي ناو دو اكسرسايز اي تو سي، لا نقوم بحل تمارين اي تو سي ان ذا اكتيفيتي بوك. طيب انتهت هاي الصفحه اعزائي، وتقبلوا اطيب تحيات.